مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى. بعد 5 سنوات بعيدا عن منصات التتويج، عاد اي سي ميلان ليلامس الذهب التتويجي بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس في ليلة تحولت فيها العاصمة القطرية الدوحة إلى اللون الأحمر. وكما نشاهد النتيجة انتهت بفوز اي سي ميلان بركلة الترجيح ب4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما. يعني عندما نتحدث أستاذ منير عن عودة ميلان لمنصة التتويج، يعني ماذا تمثل بالضبط للكرة الإيطالية بشكل عام ولإي سي ميلان بشكل خاص؟ هو أكيد أحمد خبر سار، يعني ليس فقط للجماهير الإيطالية، لأنه هناك العديد من حتى يعني في عالمنا العربي متابعين لفريق إي سي ميلان ويحنون إلى المرحلة الذهبية التي كان يعني يعج فيها بالنجوم ويتسيد فيها العالم بالفوز بالبطولات الأوروبية. أعتقد أي سي ميلان يستحق العودة إلى الواجهة من جديد. يعني افتقدناه على المستوى الأوروبي، افتقدناه في المنافسة خاصة في دوري أبطال أوروبا. ما يحصل الآن في أي سي ميلان أعتقد أنه يشبه قليلاً ما حصل في النادي الملكي ريال مدريد. شاهدنا فريق كان يعني يؤمن بالتعاقدات الكبرى وضم نجوم كبار في محاولة لتصحيح المسار والعودة إلى مكانه الطبيعي بين الأندية الإيطالية والأوروبية، لكن هذه الطريقة فشلت ولم تأتي أكلها. وشاهدنا إعادة بناء من أول وجديد بالنسبة لهذا الفريق، دفع بلاعبين شباب، لاعبين وجوه جديدة، غابت النجومية وظهرت يعني بعض المواهب الجديدة. أعتقد أن هذا النادي في طور التشكل من أول وجديد، وفي يعني ولو أن العودة لن تكون سريعة أحمد، لكن أعتقد أن النادي وفلسفة النادي في إعادة بناء فريق إي سي ميلان ستكون على مهل. لكن الواضح أن حتى طريقة اللعب، حتى أسلوب الأداء أصبح أسلوبا أكثر توازن، أسلوب يعني فيه نوع من التوازن بين الدفاع والهجوم. شاهدنا فريق يؤدي بندية عالية أمام فريق يوفنتوس، وللأمانة من سنوات طويلة لم نشاهد أي سي ميلان يقدر على منافسة فرق كبرى في حجم فريق اليوفي، وبعد 5 سنوات يعود إلى التتويج باللقب والتساوي مع اليوفي على مستوى هذه الألقاب القياسية بالنسبة للسوبر الإيطالي. فأعتقد مكسب كبير، يمكن أن يكون طبعا حافز معنوي هو إعادة الثقة لهذه المجموعة من اللاعبين الشباب للمنافسة والعودة على مستوى الكرة الإيطالية أو الأوروبية. جميل. هنا الحديث، يعني الحديث كابتن خالد، عندما نتحدث عن فريق معدل الأعمار لديه ب24 عام، أيضا نتحدث عن مدرب خبرة قليلة بالنسبة لمدرب يوفنتوس. هناك تعاقدات بالملايين، بمئات الملايين تقريبا بالنسبة ليوفنتوس، على عكس فريق بنائه من الشباب من الناشئين، ناشئين النادي بالنسبة لميلان، وأيضا حارس مرمى مميز بعمر 18 عام. يعني هذا يؤكد لنا أن ليس التعاقدات ليست بأموال طائلة هي من سيعطيك وسيأخذك إلى المراكز المتقدمة والبطولات. بالتأكيد صحيح، واتفق طبعا مع أستاذ منير تماما أن ميلان هياخد فترة طويلة جدا على ما يقدر يعمل تيم قوي. وانت اتكلمت عن نقطة مهمة جدا، المدير الفني. دايما احنا بنقول المدير الفني ليه ادوار كبيرة جدا، عكس ما كان دايما بتقال ان انت طول معاك جيل كويس فانت بتعرف تعمل مدير فني كويس. انما مونتيلا غير لنا الفكرة دي، ان هو مدير فني قدر ان هو بمجموعة من الشباب صغيرين، بتتكلم عن حارس عنده 18 سنة عامل مباراة ولا أروع، بتتكلم على مجموعة من اللاعبين يعني لسه زي بيقولوا بلغة الكرة بيحفروا عشان يثبتوا نفسهم في العالم كله. بتتكلم على اسم كبير، اسم ميلان من الأسماء القوية جدا اللي كل الناس كانت بتقعد تستنى مبارياتها من كمية النجوم. حصل ان دلوقتي ما بقاش عنده نجوم، بس ده اجباري مش بمزاج، يعني مش ما حصلش الكلام ده بفكره منظمه، لا ده حصل النادي هتباع لا مش هتباع، في تخبط اداري بشكل كبير جدا. فده اللي حصل، استفاد منه كتير.
كتير جدا، مجموعه صغيره من صغيره من اللعيبه ممكن ما كانتش تلاقي الفرصه بالشكل الكبير ده، بس ده يحسب لهم ان هم ازاي قدروا ان هم يستغلوا فرصه في ظل التخبط الكبير للفريق، وان الفريق مش عارف يعمل تعاقدات بشكل محترم، مش عارف يجيب لعيبه ليها اسماء كبيره رنانه نتيجه طبعا للتخبط الاداري بشكل كبير، انما الاستغلال الامثل للفرص كل لعيبه الكوره اللي بقوا كويسين هم استغلوا زي ما بيقولوا ربع فرصه، وهم فعلا لعيبه اي سي ميلان الصغيرين اللي احنا بنقول عليهم صغيرين ومتوسط الاعمار يعني 24 سنه ومدير فني قدر ان هو يحقق السنه فاتت كمان كان عامل موسم ولا اروع، وجه السنه دي يشتغل مع فريق بظروف صعبه، ظروف ما حدش يقدر ينكر صعوبه الظروف اللي بيشتغل فيها دلوقتي، ما عندوش كميه لعيبه كتيره يقدر يعتمد عليها، زي ما بيقولوا بيعتمد على مجموعه من لاعبين صغار السن، منافسات قليله، احتكاكات مش كتيره، وقدر ان هو ياخد بيهم بطوله في وقت صغير، ده كل ده نجاحات لمدير فني قدر ان هو يحط بصمته في وقت صغير مع مجموعه من اللاعبين محتاجين ان هم يظهروا في الصوره بشكل كبير، فقدر ان هم يكسبوا منافس عنيد قوي عنده مجموعه من اللاعبين كبار جدا ويقدر ان هو ياخد بطولات زي ما هو عايز، انما الحافز اللي قدر مونتيلا يزرعه جوه اللاعبين هو اللي قدر ياخد بيه البطوله ويتعادل، كان خسران 1-0 قدر يرجع في المباراه 1-1 ويكسب بضربات جزاء، ده انجاز كبير جدا. طيب استاذ منير، عند الحديث عن تصريح بوفون بان لكي تعلموا بان حارس المرمى هو نصف الفريق، هل كان يعني يطلق هذا التصريح لنفسه ام مدحا بحارس الفريق الخصم؟ يمكن ان يفهم احمد على انه تصريح يعني صاحب وجهين، بوفون يعني عودنا بالتصريحات القوية حتى في كل المراحل التي مر بها كحارس، هو طبعا الإشادة بحارس فريق اي سي ميلان اكيد يعني هو الحارس الذي يعني اهل فريقه للفوز بكأس السوبر الإيطالي، يعني هذا لا شك في ذلك، لكن في نفس الوقت يعني كان بوفون طبعا على يعني وشك قيادة فريق اليوفنتوس للتتويج بهذا اللقب، اعتقد انه دور الحارس كان يعني لا احد يشك في هذا، في خاصة خلال ركلة الترجيح كانت الحظوظ تذهب لليوفنتوس ثم تعود إلى أي سي ميلان، فأعتقد أن دور الحارس كان كبير، وعندما يتكلم حارس عملاق وحارس يعني صاحب تجربة كبيرة 38 سنة ويقول يعني مثل هذه التصريحات، فأعتقد طبعا هي خبرة وهي رسالة إيجابية للحارس أي سي ميلان، هذا الحارس الشاب الذي أمامه مستقبل كبير ويمكن أن يستفيد من كلمة الإشادة التي قالها بوفون. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فبعد الفاصل سنتحول إلى الصين ودوري السوبر الثري.